المواطن في اعلام الحر، هذا هو الشعار الرئيسي لحملتنا. نحن ندافع عن حق المواطن المصري في اعلام وصحافه حره في مواجهه هجمه ضاريه ومخططه ومنهجيه تستهدف تدمير الصحافه والاعلام وتكميم الافواه واسكات كل الاصوات المناوئه للاستبداد السياسي باسم الدين، تجمع قيادات صحفيه واعلاميه لعدد من الصحف الحزبيه والخاصه والفضائيات وعدد من اعضاء مجلس نقابه الصحفيين لتدارس كيفيه التصدي لهذه الحمله الدكتاتوريه وتوصل المستمعون الى القرارات الاتيه. 1. التاكيد على رفض الدستور الذي اعدته جمعيه السياسيه لا تعبر عن تنوع الشعب المصري وتعدد مدارسه الحزبيه والسياسيه ومكونات نسيجه الوطني، وجاءت نتيجة عملها دستورا ينتهك الحريات العامة والخاصة ومقدمتها حرية الرأي والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابي مثلما يهدر هذا الدستور العدالة الاجتماعية أيضا. 2. قرر المجتمعون تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين وليس لتقييد الحريات لمصلحه الفصيل السياسي. 1. 3. أقر المجتمعون قائمة بأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة. سوف تقوم الصحف والفضائيات بعمل منسق للتعامل مع أعضاء هذه القائمة أو الذين تم رفضهم في هذه القائمة، التعامل معهم مهنيا وقانونيا. يبقى اتفق المجتمعون على قائمه بعد حرية الصحافه، احنا مش هنعلنها دلوقتي لكن احنا اتفقنا على يعني وسائل للتعامل المنسق، بمعنى انه يعني مش خاضع للاجتهادات، كلنا هنتعامل بطريقه منسقه مع هؤلاء وهنلاحقهم، هنتعامل معهم مهنيا بما يستحقون وهنلاحقهم قانونيا. 4. تكليف لجنة قانونية بملاحقة كل من يتورط أو كل من تورط في التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذي وصل إلى حد سفك دماء زملاء أعزاء منهم الشهيد الحسيني أبو ضيف، والذي وصل إلى حد وتهديد أرواح العديد من الزملاء بتهديدات واضحة وممتلكاتهم وتكفيرهم والخوض في أعراضهم واغتيالهم ومحاولة اغتيالهم معنويا في مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفي ظل صمت وتواطؤ من الأجهزة الرسمية المعنية. 5. تشكيل لجنة من السادة حمدي قنديل وصلاح عيسى وحسين عبد الرازق وعبد الله خليل والخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما في ظل رفضنا للدستور الحالي والهيئات التي ستنبثق عنه كالهيئة المسمى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وما يسمى المجلس الوطني للإعلام، ونحذر من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة في تشكيل هذه المجالس وفقا للمواد الباطلة في الدستور التي لم يقرها الصحفيون والإعلاميون. 6. تكليف لجنة تتولى رصد وتوصيف التهديدات الجارية لحرية الصحافة والإعلام ونشر هذه القائمة الموثقة بالاعتداءات ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر. 7. عقد مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله لعرض التقريري الأول عن هذه الانتهاكات والتهديدات التي تتعرض لها وسائل الإعلام والجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن المزيد من الإجراءات التصعيدية في مواجهة هذا التهديد، يعني إن شاء الله الأسبوع اللي جاي نهاية الأسبوع الجاي في مؤتمر صحفي هنعرض فيه قائمة بالانتهاكات اللي بتعكف لجنة فعلا على رصدها. 8. وأخيرا تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوما لبدء حملة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفتح حملات التحريض التي تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأي والبرامج الحوارية في الفضائيات. شكرا.